كنت بتكلم من وجهة نظر ان انا اجهز المنتخب الاولمبي، يعني الولاد مع كامل احترامي عشان يقعد معسكر 8 ايام تمرينات وتقسيم وتمرينات وتقسيم، ما فيش محك اقدر انا من خلاله احكم على تطبيق فكري، تطبيق طريقه لعبي، استيعاب اللعيبه او فهمهم، خصوصا ان احنا ما اتجمعناش بقى لنا كتير للشغل اللي احنا عايزين نشتغله يعني عشان الاولمبياد. يعني انت رايك كان يتعمل مباراه بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي على سبيل المثال؟ على سبيل المثال. بص دي حضرتك برضو خلي بالك هتلاقي حاجات كتير قوي، هتلاقي سلبيات الا اذا الا اذا المدير الفني للفريق الاول الكابتن حسام بدري او كابتن شوقي غريب ان هم اتفقوا على اقامه هذه المباراه على اساس ان يشوف اللعيبه كلها. شو نقول ايه اللي يشوف اللعيبه كلها؟ لان انت النهارده لو جيت لعيبه الفريق الاول ضد المنتخب الاولمبي 11 وغيرت التغييرات العاديه بتاعتك الخمسه او السته او السبعه، بقيه الناس دي هتحس باحساس ان هي ممكن تكون مستبعده، وخصوصا اذا ما قلت لك الفريق الاول بالذات، لان احساس اللعيبه دايما ان هو في قوام الفريق الاول النهارده وعنده امل كبير وعنده طموح كبير انه يشترك. لو انت النهارده لعبت ب 18 واحد ضد المنتخب الاولمبي، طب ال 10 دول ما لعبوش ليه؟ يبقى دول الكابتن حسام البدري والجهاز الفني مش حاطينهم في التفكير. المنتخب ده يقدر يجيب ميداليه من وجهه نظر حضرتك؟ المنتخب الاولمبي؟ اه ان شاء الله. شايف انه عنده عناصر كويسه؟ مع فكرة انه طبعا ويمكن كابتن شوقي يتكلم في فكرة انه طرح 10 اسماء انها فوق السن تنضم لل فوق السن. اه طبعا لازم هو الحتة دي لازم يستعين على الاقل ده ثلاثة. مين من وجهة نظرك؟ ثلاثة انا يعني انا كنت بقول من المؤيدين جدا، في لازم يبقى في حارس مرمى مميز. ايوه يعني شناوي على طول رأيي الشخصي، حارس مرمى مميز. الحاجة التانية تقول لنا اسماء كابتن. الحاجة التانية يمكن انا كان رأيي برضو الشخصي محمد صلاح. محمد صلاح برضو هيديك برستيج كويس جدا، برستيج في الدورة دي الناس كلها بتعرف محمد صلاح، العالم كله أصبح يعرف محمد صلاح. محمد صلاح هيدي ثقة للفريق وهيدي ثقة أيضا للعيب المتواجد، إن محمد صلاح لعيب ليفربول ولعيب المنتخب الأول بيجي مع المنتخب. تمام. حد برضو من الثالث ممكن يكون ديفندر وسط ملعب كويس، لأن المنتخب الأولمبي برضو يعني انا من خلال مشاهداتي الفنيه برضو محتاج حد ديفندر وسط ملعب كويس يبقى عنده النهارده الثقه وعنده النهارده الخبره يقود الحته دي. اشمعنى صلاح اللي قلته بالاسم؟ ما انا خلينا بتكلم، انا بكلمك النهارده مين النهارده اشهر لعيب في مصر لا انا مش معترض على صلاح، انا عايزك تقول لي مين الديفندر ومين حارس المرمى. ما انا قلت لك محمد صلاح وقلت لك حارس مرمى مميز اللي هو مين؟ على كفاءه يدي ثقه. ما هو خلاص هو في حد مميز اكتر من الشناوي؟ محمد الشناوي. تمام. بس عشان الناس دلوقتي هتقول لك ده فتحي مبروك عشان النادي الاهلي، يقول لك محمد الشناوي. لا ده لمصلحه مصر. مصلحه مصر. وانا ما بختار محمد الشناوي. وانا ما بتكلم بامانه وبتكلم بواقعيه ومصلحه منتخب. هو في حد يحب لعيب اكتر من ما يحب المنتخب؟ طب انا اقول لك على حاجه، يعني انا كنت حاطط في تفكيري مين ديفندر وسط ملعب، مين؟ تخيل بقى، والله العظيم، والله العظيم كنت حاطط مين؟ طارق حامد. طارق حامد. والله العظيم كنت حاطط. ما دام من وجهة نظرك في المصلحة. وجهة نظري مصلحة منتخب مصر ومصلحة منتخب مصر فوق أي اعتبار طبعًا، أي حد يضيف لمنتخب بلدي أهلًا وسهلًا. مع احترام الناس كتير جدًا. أيوه. مع احترام الناس كتير جدًا الفنترات في وسط ملعب. ولكن على حساب النني وعلى حساب ما انا بقول لك، انا شخصيا كنت حاطط شايف طارق حامد، لان ممكن تحتاج طارق حامد في دور دفاعي هناك في بعض المباريات هو بيقدر يؤدي الحته دي كويس جدا. ايوه جدا جدا يعني.